السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، كنرحبوا بكم إن شاء الله في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نعملوا لكم واحد الكوكيز زوين لوليداتنا إن شاء الله. يمكن لكم تصوبوه لهم بالكثرة وتعطيهم لهم في الدخول في هذه الدراسة إن شاء الله، كأن بتي ساندويتش صغير يعني بحال شي حاجات تحلية صغيرة إن شاء الله. مرحبا بكم. حنا غادي نشوفوا المقادير ونشوفوا الطريقة ديالنا. عندنا هنا الخميرة 11 غرام ديال الخميرة، 11 غرام ديال الخميرة. عندنا السكر البني 200 غرام ديال السكر البني، السكر العادي 110 غرام ديال السكر العادي. عندنا هنا واحد 25 غرام ديال الزبدة، عندنا تقريبا 15 غرام ديال الملح، 15 غرام ديال الفاني، وعندنا الشوكولا اللي ديناها باش ندوبوها ان شاء الله. هي هذه الشوكولا ديالنا، حطيناها في الفران باش تذوب في درجة الحرارة 30 درجة، يعني شوكولا 200 غرام، شوكولا النوعية الممتازة. عندنا واحد بودر كاكاو 50 غرام تقريبا ديال بودر كاكاو، قلنا كاع المقادير تقريبا، الملح قلناها، كل شيء قلناه. نعاودوا المقادير باش ما نساوش شي حاجه. خميره 11 غرام، السكر البني 200 غرام، عندنا السكر الابيض يمكن لكم يعني تديروا 50 غرام ديال السكر، لا 100 غرام تقريبا، 100 غرام ديروا 100 غرام ديال السكر العادي من الاحسن باش الوصفات تجينا متقونه مزيان ان شاء الله. عندنا تقريبا 15 غرام الملح، 15 غرام الفاني او 10 غرام، 10 غرام على حسب الذوق اللي بغيتو نتوما. الشوكولا 200 غرام ان شاء الله. هادو هما المكونات ديالنا. غادي نعاود نرد الشوكولا ديالي باش تذوب. هنا كنستعملوا ورق ديال الطياب، ورق ديال الطياب راه في انواع زوينين، وكننصحكم بهذا لامارك ان شاء الله لانها نوعيه ممتازه ان شاء الله. يعني هذا شي حاجه زوين في لاكاليتي ديالو. غادي ناخذوا ان شاء الله السكر البيض ديالنا، ها هو، ناخذوا السكر الكحل البني، السكر البني، وغادي ناخذوا الفاني ديالنا، ناخذوا الخميره نديروها مع الفورس 11 غرام ماشي 7 غرام، 11 غرام تقريبا. هنا غادي نديروا الملحه ديالنا، شويه الملحه، ذوبنا الزبده، ذوبناها مزيان، غادي نخوها هنا ان شاء الله. الدور ديال الزبده في هذا الكوكيز هو يرطب لينا، يعني الكوكيز ديالنا يجي رطب ان شاء الله. غادي نخويو الشوكولا، ها هي، غادي ناخذوا البودر كاكاو، وناخذوا ان شاء الله الفورس. قبل ذلك ان شاء الله غادي نحاولوا نخلطوا هذا الشيء ديالنا، نخلطوه مزيان. خلطنا الجميع، كيجي رطب شويه، كنضيفوا ليه الفورس والخميره في الاخير. غادي نخلطوه بالعود، سبانتور ديال الخشب، كيجي شاد راسو باش نكوروه على حساب الفورمه اللي بغينا حنا.
بغينا نكبروه نكبروه، بغينا نصغروه نصغروه على حساب لا فورم اللي بغينا. نكبروا نخلطوا مازال بيدينا. هانتوما كيشتو كيرجع، كنديروا منه كريات بحال هكا، ماشي كريات كبار بزاف، غادي نديروه صغير شويه ونفرقوه لان كيتسرح شويه. دائما نخليو الفرق ما بين بياسه وبياسه فرق باين، لان كما قلنا لكم راه كيتسرح الطياب. هنا كنديروا شويه الماء لدينا، كنوركو عليها بحال هكا، الماء في يدينا باش ما تلصقش لينا في اليد. غادي نحاولوا ندخلوه للفران ان شاء الله بعد ما كملناه 180 درجه، 180 درجه، وغادي نديروا العافيه على 180 درجه، ونديروا ان شاء الله الفرفاره الفوق والتحت بدون ما نشعلوا الفرفاره، ما نشعلوهاش يعني العافيه الفوق والتحت بلا فرفره 180 درجه لمده تقريبا 15 دقيقه. بعد مرور 20 دقيقه 15 دقيقه حتى 20 خرجناها، خصها تكون رطبه، ملي نمسوها نلقاوها رطبه، ما خصهاش تكون ناشفه، لان ناشفه غادي تجي قاصحه. نخليوها تبرد، عاد يمكن لنا نجمعها جوج جوج او بياسه بياسه. درناهم لي فورم صغار بزاف يعني زوينين هكا، نقدروا نصوبوا منهم واحد العدد ديال البياسات لوليداتنا، نعطيهم دائما نعطيهم شي حاجه ملي غادي يمشيو للمدرسه ديالهم باذن الله. هاد الكوكيز راه كيجي مختلف تماما عن داكشي اللي قدمنا لكم في القناه ديالنا. كناخذوا الكوكيز ديالنا كنديروا ليه شويه ديال الشوكولا، لا كريم ديال الشوكولا او الشوكولا او الكراميل على حسب. غادي نديروه ليه هنا، كنديروا شويه ديال هذاك الشوكولا لداخل، وكنحاولوا نسدوها بقدها ان شاء الله اللي كتجي قدها باذن الله بحال هكا، ونخليوه باش يبرد معاه، غادي يجي شاد باذن الله. مرحبا بكم اخواني اخواتي، هذا هو الكوكيز ديالنا الرائع اللي يمكن تصوب لوليداتكم، واللي كيجي رائع ما بين كوكيزه وكوكيزه، كتكون واحد لاصوص الشوكولا كتجي زوينه ورائعه ان شاء الله، المذاق ممتاز، كتجي هشيشه ماشي كتجي يعني بحال. الوصفات اللي عطيناكم مختلفه تماما عن هذه الوصفه، وتجربه خير برهان ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.